السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن. سنبدأ اليوم إن شاء الله بشرح الوحدة الخامسة من كتاب العلوم بعنوان جسم الإنسان وصحته. سنتعرف في هذه الوحدة يا ثامن على جهازي الضبط والتنظيم في جسم الإنسان، كما سنتعرف على مفهوم المناعة وأهمية المناعة في الجسم وكيف يكتسبها الإنسان وما أهميتها، كما سنتعرف في الدرس الثالث على مفهوم التكاثر والنمو عند الإنسان. الدرس الأول بعنوان الضبط والتنظيم. دعونا نتعرف يا ثامن أولاً ما هي أهمية تآزر أجزاء جسم الإنسان معاً؟ لماذا تتعاون وتتآزر أجهزة الإنسان كافة للقيام بوظائفه؟ تعمل أجزاء الجسم كافة وتتآزر مع بعضها لعدة أسباب، من أهمها لتلبية احتياجات هذا الجسم، الحفاظ على اتزانه الداخلي، استجابته للمؤثرات الخارجية، وبالنهاية وقايته من الأمراض المختلفة. إذن هناك عدة أسباب تتآزر من أجلها أجزاء وأعضاء الجسم المختلفة. الضبط والتنظيم. يتآزر الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في ضبط وتنظيم عمل أعضاء الجسم وأجهزته والحفاظ على اتزانه الداخلي. إذن أجهزة الضبط والتنظيم بالجسم هي الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. سنتعرف على المقصود بكل منهم وما هي أهم مكونات كل منهم لاحقا. سؤال: سمي أجهزة لها دور في ضبط وتنظيم عمل أعضاء الجسم وأجهزته. طبعا سبق وحكينا أجهزة الضبط والتنظيم في الجسم يا ثامن هي الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء، لكن ما هو الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي هو أحد الأجهزة المهمة في جسم الإنسان. يعمل هذا الجهاز على ضبط عمل جميع الأجهزة ويتحكم في وظائف أعضاء كل منها. إذن ما هي الوظيفة الرئيسية للجهاز العصبي؟ أحسنتم، يعمل على ضبط عمل جميع الأجهزة ويتحكم في وظائف أعضاء كل منها. إذن هو من أهم الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان. يتكون الجهاز العصبي من وحدة تركيب ووظيفة رئيسية فيه تسمى العصبون. إذن ما هو العصبون؟ هو عبارة عن خلية عصبية واحدة ومجموع العصبونات تشكل الأنسجة العصبية. مفهوم النسيج العصبي هو عبارة عن مجموعة من العصبونات. ما هو العصبون؟ هو عبارة عن خلية عصبية واحدة وهي وحدة التركيب والوظيفة في الجهاز العصبي. بعض العصبونات تستقبل المنبهات الخارجية، هذه العصبونات تسمى مستقبلات حسية وتنقلها عبر السيالات العصبية إلى الدماغ. إذن يا ثامن تسمى العصبونات التي تستقبل المنبهات الخارجية من الجسم مثل الحرارة، مثل البرودة، مثل وخزة إبرة، وخزة دبوس، غير ذلك من المنبهات الخارجية، مثلا إضاءة شديدة، هذه تعتبر جميعها منبهات خارجية للجسم. هذه بعض العصبونات تستقبل هذه المنبهات لإعطاء ردود الفعل المناسبة عليها، هذه العصبونات تسمى مستقبلات حسية. تنقل هذه المنبهات عبر السيالات العصبية إلى الدماغ. إذن كيف تنقل المستقبلات الحسية المنبهات إلى الدماغ؟ عبر السيالات العصبية. عبر السيالات العصبية نلاحظ تركيب العصبون يا ثامن. يتكون العصبون من جسم الخلية يحتوي على النواة وعلى محور عصبي ونهايات هذا المحور العصبي. ما المقصود بالسيالات العصبية؟ هي عبارة عن رسائل تحمل معلومات تنتقل باتجاه واحد من عصبون إلى آخر.
ليتم إدراكها ومعالجتها في الدماغ. إذن هي عبارة عن رسالات، هذه الرسالات تنتقل من عصبون إلى آخر، العصبون هو خلية عصبية، إلى أن يصل إلى الدماغ لإدراكها وتفسيرها وإعطاء ردود الفعل المناسب عليها. سؤال: قارن بين الدماغ والسيالات العصبية من حيث الوظيفة. طبعاً الدماغ يعمل على إدراك ومعالجة المعلومات، أما السيالات العصبية تعمل على حمل هذه المعلومات ونقلها إلى الدماغ. إذن السيالات العصبية تحمل المعلومات إلى الدماغ عبر العصبونات، أما الدماغ يعمل على إدراك ومعالجة هذه المعلومات. مما يتكون الجهاز العصبي؟ يتكون الجهاز العصبي من جزئين رئيسيين، الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي، والجهاز العصبي الطرفي الذي يعرف بالأعصاب. تعمل الأعصاب على نقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي وإليه، أي من الدماغ والنخاع الشوكي إلى الجسم لإعطاء ردود فعل مناسبة، ومن الجسم عند حدوث أي منبه خارجي للجسم فإن الأعصاب تنقل هذه المنبهات إلى الدماغ والنخاع الشوكي عبر السيالات العصبية. علينا دراسة الشكل صفحة 11 من كتاب الطالب الذي يبين تركيب الدقيق للجهاز العصبي. إذن الجهاز العصبي ثامن يتكون من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي المركزي الذي يحتوي على الدماغ والنخاع الشوكي، أما الجهاز العصبي الطرفي الذي يتمثل بملايين الأعصاب. ننتقل الآن إلى مفهوم أعضاء الحس. ما هي أعضاء الحس؟ هناك شكل توضيحي في كتاب الطالب صفحة 12 يبين تركيب الدقيق للعصبون، وهو وحدة التركيب والوظيفة في الجهاز العصبي. أعضاء الحس: المستقبلات الحسية هي عبارة عن عصبونات زي ما سبق وحكينا، مسؤولة عن استقبال المنبهات الخارجية وتحويلها إلى سيالات عصبية لنقلها إلى الدماغ ليتتم معالجتها. وتوجد هذه المستقبلات في أعضاء الحس الخمسة: اللسان، الأنف، الأذن، العين، والجلد. المنبهات الخارجية نوعان: إما أن تكون منبهات كيميائية مثلا الروائح ومذاق الأطعمة المختلفة، أو منبهات فيزيائية مثل الأصوات. كيف يعمل اللسان؟ أو كيف تتم عملية التذوق المسؤول عنها اللسان؟ تغطي اللسان نتوءات تحتوي على براعم التذوق، وهي عبارة عن مستقبلات حسية تستجيب للمواد الكيميائية مسؤولة عن مذاق الأطعمة. إذن هذا هو تعريف براعم التذوق. ما هي براعم التذوق؟ هي مستقبلات حسية تستجيب للمواد الكيميائية مسؤولة عن مذاق الأطعمة المختلفة. تذوب هذه المواد الكيميائية في اللعاب ليتكون سيال عصبي إلى الدماغ لتمييز مذاق الطعام. يتم تمييز مذاق الطعام في الدماغ إما مالح أو حامض أو حلو أو مر، وإعطاء ردود الفعل المناسب عليه. ننتقل إلى عضو الحس الثاني وهو الأنف. الخلايا الشمية هي عبارة عن مستقبلات توجد في أعلى تجويف الأنف وتستجيب للروائح المختلفة. إذن ما هي المستقبلات الحسية في اللسان؟ تسمى براعم التذوق. أحسنتم. ما هي المستقبلات الحسية في الأنف؟ الخلايا الشمية. أحسنتم. كيف تحدث عملية الشم؟ تستجيب الخلايا الشمية للروائح المختلفة. تذوب هذه المواد الكيميائية التي نستنشقها في مخاط الأنف فتصل إلى المستقبلات الشمية.
ترتبط المواد الكيميائية بالمستقبلات ليتكون سيال عصبي يذهب إلى الدماغ. يتم تمييز الروائح عن بعضها وإعطاء ردود الفعل المناسبة عليها في الدماغ. هناك صورة توضيحية في الكتاب توضح براعم التذوق ومستقبلات الشم، صفحة 13. ننتقل إلى عضو الإحساس الثالث، الأذن. تتكون الأذن من الأذن الخارجية، الصوان والقناة السمعية تعمل على تجميع الأصوات ونقلها إلى الأذن الوسطى. إذا مما تتكون الأذن الخارجية يا ثامن؟ من صوان وقناة سمعية. الأذن الوسطى تتكون من ثلاث عظيمات رئيسية، المطرقة والسندان والركاب. المطرقة والسندان والركاب ثلاث عظيمات موجودة في الأذن الوسطى إضافة إلى غشاء الطبل. تعمل هذه الأذن على تضخيم الأصوات ونقلها للأذن الداخلية. إذا ما هي وظيفة الأذن الوسطى؟ تعمل على تضخيم الأصوات ونقلها للأذن الداخلية. الأذن الداخلية تتمثل بالقوقعة، تعمل على نقل الموجات الصوتية إلى الدماغ كما هو مبين في الشكل. إذا الأذن تتكون من أذن خارجية وسطى وأذن داخلية. كيف تتم عملية السمع؟ تجمع الموجات الصوتية وتضخم في الأذن. تصل الموجات الصوتية إلى المستقبلات الصوتية في الأذن الداخلية. إذا ما هي المستقبلات الموجودة في الأذن؟ تسمى مستقبلات صوتية. تتحول الموجات الصوتية إلى سيالات عصبية في الأذن الداخلية. نلاحظ جميع المستقبلات تتحول إلى سيالات عصبية في أعضاء الحس. ينقل العصب السمعي السيالات العصبية إلى الدماغ ليفسرها ويعطي ردود الأفعال المناسبة عليها. وأخيراً عضو الحس الذي يسمى العين. تتركب العين من القرنية، وهو الجزء الأمامي الشفاف من العين، القزحية، قرص عضلي ملون، الشبكية، الطبقة الداخلية من العين وتحتوي على المستقبلات الحسية، البؤبؤ ويتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى العين، الجسم الهدبي الذي يغير شكل العدسة، والعصب البصري الذي ينقل السيالات العصبية إلى الدماغ كما هو مبين في الشكل. كيف تتم عملية الرؤية في العين؟ يمر الضوء الساطر عن الأجسام عبر أجزاء في مقدمة العين ليصل إلى شبكية العين. تحتوي الشبكية على مستقبلات ضوئية تستقبل هذا الضوء. إذا أين توجد المستقبلات الضوئية في العين؟ توجد في الشبكية. تحول المستقبلات الضوئية الضوء إلى سيالات عصبية. إذا بالنهاية جميع المستقبلات تعمل على تحويل المنبهات إلى سيالات عصبية. ترسل السيالات العصبية إلى الدماغ عبر العصب البصري لتفسيرها. إذن الجزء المسؤول عن تغيير شكل عدسة العين يسمى الجسم الهدبي. الجزء الأمامي الشفاف من العين يسمى القرنية. القرص العضلي المرن في العين يسمى القزحية. الطبقة التي تحتوي على المستقبلات الضوئية هي الشبكية، والجزء المسؤول عن التحكم بالضوء الداخل للعين يسمى البؤبؤ. هذا بالنسبة للعين. الجلد أيضا، الجلد من الأعضاء الحس الخمسة. يحتوي الجلد مستقبلات حسية تستجيب للضغط البسيط وأخرى للضغط العالي. ويمتاز الجلد بأنه يغطي جميع جسم الإنسان ويحوي أعضاءه الداخلية.
يحتوي على أنواع متعددة من المستقبلات الحسية، ومن أهم المنبهات التي يستجيب لها الجلد الحرارة والضغط والألم. هذه أهم مميزات الجلد. وهيك يا ثامن منكون إحنا تعرفنا على الجهاز العصبي وعلى أهم أعضاء الحس في جسم الإنسان. والحصة القادمة إن شاء الله تعالى سنكمل هذا الدرس بشرح الغدد الصماء التي تعتبر الجهاز الثاني من أجهزة الضبط والتنظيم في جسم الإنسان. أشكر لكم متابعتكم، كانت معكم معلمتكم مي الدجاني من أكاديمية ريماس الدولية.